التاريخ السنوي وحيش قمرتها يشاهد المزيد من التفاصيل. صرح صلاح كسواني بالأمس بعد نهاية لايف قمر وسيلاوي أنه كان يود أن يحكم قمر الطائي بأن تشارك سيلاوي في أغنيته الجديدة أو أن تكتب اسمه لمدة يومين. فهل هذا تلميح من صلاح بأنه يمكن أن نشاهد قمر الطائي في أغنية سيلاوي الجديدة؟ رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ أترككم على قطار. والله يا جماعة كنت أحكمها تحط صورة سيلاوي لمدة يومين أو أو تعمل دوت مع فيديو من فيديو السلاوي. جماعة لما والله يا جماعة كنت أحكمها تحط صورة سلاوي لمدة يومين أو أو تعمل دوت مع فيديو من فيديو السلاوي. جماعة لما بحضر باللايف الزلمة الزلمة بحضر باللايف. ممنوع أدعم يعني مش فاهم. هلا ورد. لا مش ممنوع تدعم بس يعني أنت مو داعم. حكم على بعض يا جماعة. يلا الحكم الاول يلا صمالي طناخه ارحب ارحب قمر الحكم الاول ماني جحفله جولتين لا اخوي جحفله صلاح بعمل احكام اذا لعبنا جوله بدون ما يدعم حسام ماشي بس مش جحفله هاي مو ماشي بس احد طب مش جحفله هو قاعد جنبه سمعني استفزيتك فدعمك لا ما دخل